بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأحد 10/6/2012. هاي المبنى صورناه يوم الجمعة الصبح، كان شكل وهلأ شكل. نفس المبنى عم يتعرض للقصف كذا مرة. قرب أخي بلال فرجيهم الشارع. هذا الشارع صرنا منظفينه 3 مرات. يعني القذيفة عم تنزل بنفس المكان أكثر من مرة. شو الانفجارات؟ هاي تحت القصف كمان. ما عم يهدى القصف. هاي البناية كانت يوم الجمعة اخذ القذيفة فوق. هلا ليك اليوم. هاي قذيفة جديدة. لا حول ولا قوة إلا بالله.